السلام عليكم خوتي اخواتاتي، دايرين لاباس عليكم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا ربي. واليوم البنات جيت نشارك معكم النهار ديالي، اليوم الحد، جيت نشارك معكم الغديوه ديالي. غدا بسيط كما القاعده، غادي نشارك معكم الحوت، ولكن هذه المره غادي نديرو في الفران. عندي هاد الحوتات الصغار هما البنات، وعندي هاد ما كنقولوا الحوت حمر، ما عرفتش اش كتقولوا نتوما واخا البنات هكاك ما كنعرف بزاف سميات الحوت. وعندي البنات هنا العطريه، عندي الكمون، عندي سكنجبير، وعندي شويه الحرقوم، عندي تحميره، عندي شويه العطريه ديال مروزيه كندير فيه شي شويه، عندي الحامض مصير، عندي المعدنوس، وعندنا البنات هنا الكرافس، نفرش لي الكرافس. وعندي هنا الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، ومرتشه، والحر، والحامض. عندي هنا الشعيرات الصينيه، عندي هنا البنات الثومه، عندي الملح بطبيعة الحال، عندي الزيت هنا خلطة الزيت البلدية والزيت الرومية. وهانتوما البنات غنشرب معكم دابا كيفاش غنشرب له، وانا كعارفين كل واحد كيعرفين كيفاش يشرب الحوت، غير كنبغي نشرب معكم النهار ديالنا وصافي. هاد الكرفس البنات راه غنفرشو في الطاوة، عندي الطاوة هنا يا البنات، الطاوة ديال الفران، فرش ليها هاد لاباس دونالمونيوم، وفرش ليها هاد القاعد ديال الكوزينة. بسم الله على بركة الله، أنا نشارك معكم باش نشربو. وعندي هنا الضمة ديال الحوت، البنات غادي نهز هاد الربيع هكذا كامل، هاد العطرية، وغادي نزيد شوية الزيت البلدية، هنا الثومة غادي نهرس هاد القطعة ديال الثومة. عندي هنا شي ستة دريوس ديال الثومة صغارين شوية، وغادي نحل هاد الطمة ديال الحوت. غنفرشلك كامل هاد الخيط، سمحوا ليا راه استعملت يديا، غادي نهز شي شوية باش غادي نشرب من هاد الشعرية الصينية، غادي نهز شوية من هاد الحبة العطرية هكذا. بسم الله انا غادي نشرب ليه مزيان باش يشبع. الملحه راه ما درتهاش هنا حيت الحوت راه فيه الملحه، غادي ندير شي شويه مع الشعريه الصينيه وصافي. عندي فيه الحامض مصير، طور حامض، كشي علاش ما غاديش ندير الملح البنات. هذا مرطو لهاد البصل هنا، غادي نخوي هاد الشعرية هنا، كما قلت لكم غادي نزيد فيها شوية الملحة، وغادي نزيد فيها هاد العطرية هكدا، وغادي نزيد دابا نعمر الحوت ديالي.
نعمرها مزيان. وغادي نزيد عندنا الطابة، نحيد هذا الشيء وغادي نجيب الطابة ديالي لهنا. وغادي نفرش هذا الورق ديال الكرفس. البنات كيواتي الحوت بزاف معاه، كيجي معاه الكرفس. وغنفرش هاد المطيش هنا. غادي نزيد شويه الطفله هنا، غندير غير القياس حيت غادي نديرو فوق. غادي ندير شويه الربيع، غادي ندير الزيت البلديه، نخلط الزيت البلديه والروميه، وغادي ندير شويه هاد الملح اللي هاد لاطريه اللي شطه اللي شايطه ليا هنايا. غادي ندير هنا بسم الله على بركه الله. ندير الحوطه ديالي هنا، وغادي ندير الكرفس ديالي هنا، وغادي نزيد هذا هنا، ترجمة
البنات راني زايده مازال شويه البصل وزيت الزيتون. انا غادي نزيد شويه الزعتر وشويه اليازير. غلط شويه الزعتر وشويه اليازير البنات. غادي نزيد شويه الزيت جوج معالق ديال الماء. وانتم البنات الغدا ديالي بسيط، هاكا نبغي نشارك معكم اي حاجه كيما قلت لكم. غادي نشارك معكم النهار ديالي كيما الحب، نشارك معكم وليداتي هاد الحوت. هانتوما وليداتي، واخا عندي وليداتي في الدار كنتوما راه وليداتي. وكنشكركم بزاف، كنشكركم على الدعم ديالكم، على الكومنتات ديالكم الزوينين اللي خديتكم عليا. الله يرحم بها الوالدين ويعطيكم ما تمنيتو في حياتكم. وما تنساونيش في لايك، وما تنساونيش في التعليق ديالكم، وبارطاجوا القناه ديالتي الى عجبتكم. والله يجازيكم بخير. السلام عليكم.